بسم الله، نبدأ هذه المحاضرة ونستكمل محاضرة للمحاضرة السابقة، وهنبدأ في المبردات التبخيرية أو زي ما بيطلق عليها المكيف الصحراوي. الفكرة في المبرد التبخيري إنه أنا لو أنا أجعل جسمي شوية مية، وبعد شوية جبت مروحة وشغلت المروحة على المية، عندما تتبخر المية سأشعر أنا ببرودة. فعندنا الهواء لما يتبخر إيش بصير عندنا؟ هيو عشان نوضحها بشكل أرتب، تعتمد فكرة المبردات التبخيرية أو ما يطلق عليها بالمكيفات الصحراوي على الاستفادة من الحرارة الكامنة للتبخير الماء، حيث يتبخر الماء مكتسبا تلك الحرارة. يعني لما الماء بتبخر بيكتسب تلك الحرارة من الهواء، فيبرد الهواء وتبرد الماء كذلك. طيب احنا ايش بهمنا في المكيف هذا الصحراوي؟ المكيف الصحراوي هذا تعتمد طريقته على طرق التبريد، وذلك بتغيير وجود جودة الهواء، حيث يعمل المكيف الصحراوي على تقنية الهواء بالإضافة على تنقية الهواء بالإضافة إلى تبريده وترطيبه، مما يجعل عوامل راحة للإنسان أفضل خصوصا في الأجواء الحارة. طيب الأنواع المستخدمة هنا في السعودية بحكينا بيستخدم مادة الحشو أو القش. هذا القش بيكون مبلل ومبلل بالماء، فعند عبور الهواء على القش المبلل فبصير ايش ترطيب لهذا ايش الهواء وبصير تبريد. طيب الحين يتكون المكيف الصحراوي من محرك كهربائي يعمل على تحريك مروحة دفاعة في وسط المكيف، تعمل على سحب الهواء من الجوانب خلال خوانق التوجيه المغطاة بالقش المشبع بالماء ودفعه إلى داخل الغرفة، مما يتطلب وجود فتحات كافية للغرفة عند نوافذ أبواب. تستخدم أيضا المبردات التبخيرية في العديد من التطبيقات الأخرى مثل المصانع، البيوت الزجاجية، مزارع تربية الدواجن، مزارع الألبان. هاي عندنا إيش اللي هو المكيف الصحراوي أو المبرد التبخيري. هاي قش، بكون عندنا قش مبلل بالماء من شقتين، هيو هنا قش وهنا قش، هنا بدخل إيش الهواء إلى الداخل، وهنا في عندي مروحة بتضغط، فلما يتبلل الهواء يمر من خلال القش المبلل بالماء حيبرد، وهنا المروحة حتدفعه إيش إلى مجرى الغرفة، وهنا مضخة هذه إيش لتزويد إيش الماء، خطوط الماء تزويد هذا القش، رش على القش بالماء، وهنا رش على هذا القش بالماء، ولما يدخل الهواء حيتم ترطيبه وتنقيته، وبعدين ضخ هذا الهواء أول ما يخش هنا حيشعر بالبرودة لاختلاطه بالماء، بعد ذلك إيش حيدخل إلى مجرى الغرفة. إذا هنا عندي مضخة للماء، هي بترش على الجوانب على القش من الجانب هان ومن الجانب هان، عشان يضلوا دايما باستمرار ايش القش مبلل، وعند دخول الهواء له يبرد مع ايش الماء. طيب وهي المكيف الصحراوي. المزايا، اول حاجة رخيص الثمن. المزايا تكنولوجيا التبريد التبخير بسيطة مقارنة بتكنولوجيا تكييف الهواء بواسطة دور التبريد، وبنلاحظ انه هنا فيش عندنا احنا دور التبريد، يعني فيش عندي انا وسيط تبريد او فيريون في هذه اللي هو مكلف، هذه بدون ايش اي وسيط تبريد. ثلاثة، استهلاك للطاقة قليل مقارنة بنظرتها في وحدة التكييف الأخرى، يعني بالنسبة للمكيفات العادية بكون استهلاكها للطاقة قليل. أربعة،
تكلفة تركيبها قليلة مقارنة بنظيراتها من وحدات التكييف الأخرى. 5 صديقة للبيئة مقارنة بنظيراتها من وحدات التكييف الأخرى التي تؤثر سلبا على طبقة الأوزون. وإحنا بنعرف إنه إيش وسائل التبريد أو الفريونات تؤثر على طبقة الأوزون. طب العيوب، يقل أداؤها مع زيادة درجة الحرارة والرطوبة للهواء الخارجي، يعني أداء بقل، يعني إذا الجو برا حار كثير والرطوبة مش زي اللي بدي إياها فإيش بقل أداها. 2، تغذية الهواء برطوبة نسبية عالية من 80 إلى 90% تؤثر على إحساس الإنسان بالراحة وتقلل من معدل التبخير للنداوة من الجلد والأنف والرئتين. يعني الرطوبة العالية هذه بتقلل من معدل التبخير وبتأثر على الجلد والأنف والرئتين. 3، الرطوبة العالية تزيد من تكون الصدأ، وهذا بالطبع يقلل من العمر الافتراضي للمعدات والأجهزة الإلكترونية داخل الغرفة. بالإضافة إلى الرطوبة العالية قد تسبب تكثف بخار الماء الذي بدوره قد يؤثر سلبا على أداء الأجهزة وبقية الأشياء كالكتب والأوراق والأخشاب. 4، المكيف الصحراوي يحتاج إلى إمداد ثابت من الماء، بالإضافة إلى أن الماء الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح يتسبب بترسبات على مادة الحشو والسطح الداخلي للمكيف، الأمر الذي يتطلب إجراء صيانة دورية أي تنظيف المستمر والتغيير الدوري لمادة الحشو. إذا أنا إيش الماء لما يكون عليه أملاح لما يتبخر حتترسب هذه الأملاح على مادة الحشو وحتأثر على أداء المكيف. احتمال دخول الروائح غير المرغوب فيها وملوثات الهواء الخارجي كالبكتيريا إلى داخل الغرفة. 6، التأثير السلبي على بعض مرضى الربو، لأنه في رطوبة عالية فبأثر تأثير سلبي على مرضى الربو. نيجي على موضوع الأجهزة التكييف مركزية، وفيها تكون وحدة تكييف الهواء في المكان مركزي بالنسبة للمبنى، وتعمل على خدمة عدد من الطوابق أو الأماكن التي تحتوي على غرف متعددة الأغراض. وتنقسم أنظمة التكييف المركزي إلى 3 أنواع. إذن التكييف المركزي ينقسم إلى 3 أنواع، 3 أنواع مهمة. أنظمة هواء كلي، وفيها تتم تغذية الأماكن المراد تكييفها بالهواء فقط باستخدام مجاري الهواء، يمكن أن تخدم منطقة واحدة أو عدة مناطق. 2، أنظمة ماء كلي، وفيها تتم تغذية الأماكن المراد تكييفها بالماء فقط. أنظمة هواء ماء، وفيها تتم تغذية الأماكن المراد تكييفها بماء وهواء. إذا عندنا 3 أنظمة. النظام الأول هوائي كلي، وبنستخدم فيه مجاري هواء لوصول الهواء إلى المناطق المراد تكييفها. النظام الثاني أنظمة ماء كلي، وفيها تتم تغذية الأماكن المراد تكييفها بماء فقط، وهذا حيستخدموه لها وصلات أو مواسير مياه لتوصيل المياه. أنظمة هواء ماء، وفيها تتم تغذية الأماكن المراد تكييفها بماء وهواء. التصنيفات حسب مجال التطبيق. يتكون نظام التكييف من عناصر ومعدات موصلة بصورة متدرجة لتكييف الهواء ونقله لتكييف مساحة بعينها، مع التحكم في خواص البيئة الداخلية في حدود معلومة ومطلوبة. ومعظم أنظمة التكييف لها وظائف محددة، منها 1، توفير الطاقة التبريد والتسخين المطلوبة. 2، تكييف الهواء إما بتبريده أو تسخينه وترطيبه وتنقيته والسيطرة على أي ضوضاء قد تكون مرافقة له أو لأجهزة ومعدات تكييف. 3، توزيع الهواء
المكيف والذي يحمل معه كمية كافية من الهواء الخارجي للمساحة المراد تكييفها. 4 التحكم في الظروف الطبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية ونقاوة الهواء ومستوى الضوضاء والفرق في الضغط بين المساحة المراد تكييفها والبيئة المحيطة. طبعا احنا هنا أنظمة تكييف الهواء التي توفر الهواء المريح يمكن تصنيفها كالتالي: 1 للقطاع السكني ويشمل المنازل الخاصة والفنادق والمجموعات الشقق، وتعمل أجهزة في هذا القطاع بصورة متواصلة ومستمرة. والأجهزة المستخدمة في هذا القطاع تشمل الوحدات الشباكية والوحدات المجزأة والوحدات المجمعة السقفية والمكيفات الصحراوية وأجهزة التكييف المركزي. الحين حنطلع على الجدول ونشوف. 2 القطاع التجاري، وتشمل المكاتب التجارية وصالات ومراكز التسوق يعني المولات والمطاعم والمطارات ودور السينما والمكاتب إيش العامة والمتاحف والملاعب الرياضية. والأجهزة المستخدمة في هذا القطاع تشمل الوحدات المجمعة والمجزأة والصحراوية والسقفية وأجهزة تكييف مركزي. القطاع الصناعي، ويسمى هذا القطاع بإيش بروسيس اير كونديشن سيستم، ويشمل صناعة النسيج حيث يتم التحكم في الرطوبة النسبية بصورة دقيقة لتأثيرها المباشر على مكونات النسيج، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة ذات الحساسية العالية التي تحتاج إلى درجة عالية من نقاوة الهواء المكيف، والصناعات الدوائية والتي تحتاج أيضا لظروف خاصة من الرطوبة النسبية ونقاومة الهواء بجانب درجة الحرارة المناسب، كما أن صناعة المخازن الباردة تحتاج أيضا لرطوبة نسبية متحكم فيها وخاصة للمواد الغذائية القابلة للتلف السريع. وهي كله بقول لك انظر إلى الجدول. هاي الجدول عندنا وحدات التكييف الشباكية سعتها من 1 إلى 2 طن للنظام السكني، الوحدات المجزأة من 1.5 لـ20 طن سكني وتجاري، الوحدات المجمعة من 1.5 لـ20 طن سكني وتجاري، المجمعة السقفية من 20 إلى 130 طن سكني وتجاري، المكيفات الصحراوية هنا بالـ2000 لـ20000 CFM يعني قدم مكعب في الدقيقة، يعني هنا من 1 متر مكعب في الثانية اللي هي دخول الهواء إلى 10 متر مكعب لكل ثانية سكني وتجاري وصناعي، شلالات تدحرجية من 10 إلى 60 طن سكني وتجاري، شلالات ترددية من 20 لـ200 طن سكني وتجاري وصناعي، شلالات دورانية من 75 لـ400 طن سكني وتجاري وصناعي، شلالات حلزونية من 75 لـ400 طن سكني وتجاري وصناعي، شلالات مركزية من 100 إلى 10000 طن سكني وتجاري وصناعي، وقلنا طن 3.5 كيلووات طن. طيب شلالات امتصاصية من 100 إلى 3000 طن سكني وتجاري وصناعي. يعني هذا الجدول مهم، بيعطينا ايش كل لايش بيستخدم وايش الساعة التبريدية له. حكينا ملحوظة قيم ساعات التبريد الموضح في الجدول تم اتخاذها من كتالوجات شركتي ترين وكرير للتكييف، علما بأن القيم تختلف من شركة إلى أخرى حسب تطور منتجات الشركات من الشلرات. وإحنا إن شاء الله حندرس عن الشلرات والغليات وكل هذه العوامل حندرسها. في هنا اعتبارات هامة يمكن لكل مشتري لوحدة تكييف متطلبات خاصة قد تنطبق على نظام تكييف خاص، وبما أن التنظيم والاستخدام للمنشأة المراد تكييفها قد يقتضي أسلوبا تقنيا خاصا في عمل التركيب، فلهذين الاعتبارين تأثير مباشر في اختيار معدة التكييف للتطبيق المعين. وعليه فإن على مصمم نظام التكييف
اختبار كل الأسئلة التالية للتأكد من أن الوحدة التي يتم اختيارها هي الوحدة المثلى للتطبيق. أول حاجة بقول لك، هل هناك مناطق خاصة تحتاج لتدفئة أو تبريد غير عادي؟ أول سؤال. السؤال الثاني، هل لدى مالك المنطقة المراد تكييفه خلفية عن تكلفة نظام التكييف بالمقارنة مع نظام آخر؟ يعني النظامية يمكن تطبيقها على منطقة، ولكل مميزاته. طيب، هل لدى المالك دراية بأن تكلفة الوحدة وتكلفة تشغيل الوحدة يمكن أن يختلف بدرجة كبيرة؟ مثلا فإن تكلفة المكيف الذي يستخدم ضغط ترددي ضواغط دورانية أكبر من ذلك الذي يستخدم ضواغط ترددية. وعشان هيك كل المعلومات لازم تكون معروفة، ولكن الاستهلاك النوع الأول للكهرباء أقل من النوع الثاني، بمعنى أن التكلفة قد تبدو عالية في البداية، ولكن مع مرور الوقت نجد أنه اقتصادي أكثر من النوع الثاني. يعني الدوران النوع الأول والترددي النوع الثاني. فمثلا فإن تكلفة تركيب وحدة تبريد مائي بدون برج تبريد اقتصادية جدا، ولكن تكلفة الماء خلال سنوات التشغيل قد تكون أكبر من تكلفة برج التبريد، بمعنى أن تكلفة الوحدة باستخدام برج التبريد قد تبدو عالية في البداية، ولكن تكلفة الماء المتوفر باستخدام البرج تكون اقتصادية أكثر من عدم استخدام البرج. هل منسوب الضوضاء في الوحدة المركبة داخل المكان المراد تكييفه مقارنة بمنسوب الضوضاء للوحدة المركبة خارج المكان المراد تكييف له تأثير على شاغل المبنى؟ هل التوسع في المكان المراد تكييفه في خطة صاحب العمل؟ هل يمكن تركيب الوحدة والمبنى مشغول بساكنيه ولا لازم أفضيه من ساكنيه؟ هل مظهر المبنى ذو أهمية؟ يعني بهم اللي بكون ذو أهمية بالنسبة له ولا مش ذو أهمية عشان يهتموا بجمال المبنى؟ هيك احنا خلصنا ايش المطلوب منا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله إيش نلتقي في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله نبدأ هذه المحاضرة، ومحاضرتنا حتكون بعنوان نوعين من أنواع المكيفات اللي هي الوحدات المجمعة والوحدات السطحية. إيش المقصود في الوحدات المجمعة؟ هي زي قصة إيش المكيف الشباكي، وهذه تستخدم هذه الوحدات لتكييف مساحات واسعة مفتوحة أو مساحات صغيرة أو المجموعتين معا، يا إما ممكن مساحات واسعة وممكن مساحات صغيرة، وتصمم بشكل أفقي أو عمودي ليكون الاختيار حسب المكان المتاح لتركيب الوحدة، وهي شبيهة بالوحدة الشباكية من حيث مكوناتها، إلا أنها تمتاز بسعة تبريد كبيرة، يعني نفس فكرة المكيف الشباكي، ولكن السعة التبريدية إلها كبيرة جدا بمقارنة بالوحدة الشباكية. وبتواجد المكثف المائي أو الهوائي لبعض أنواعها بعيدا عن باقي مكونات الوحدة، بحيث توجد هذه الوحدات على هيئة واحد، وحدات مجمعة واحدة تركب على الأرضية بوحدة تكثيف مبردة بالماء برج التبريد الاختياري. اثنين، وحدة مجمعة وتركب على أرضية مع وحدة تكثيف مستقلة مبرد بالماء مع مجاري هواء برج التبريد اختياري. ثلاثة،
وحدة مجمعة للتبريد فقط، وتشمل على ملف تبريد ووحدة تكثيف مبردة بالماء أو الهواء. 4 وحدة مجمعة هذه بيستخدموها للتبريد والتسخين معا، فبكون في عندي ملف تبريد وملف سخان تسخين ووحدة تكثيف مبردة بالماء أو الهواء. كل الوحدات المذكورة أعلاه تحتاج لمجاري هواء لربط مخرج المروحة بالحيز المراد تكييفه، يعني بتحتاج إيش إلى مجاري الهواء أو بسموها الدكتات عشان تصل للمكان المراد إيش تكييفه. طب هي عندنا شكل 1 4 وحدات تكييف مجمعة، زي ما انتم شايفين بالشكل هي وحدات تكييف مجمعة. هذه الوحدات تعطي مرونة عالية جدا لكل التطبيقات التجارية المتوقع استخدامها فيها، وتتوفر بسرعة بساعات تبريد تتراوح من 5 إلى 50 طن تبريد. طب إيش الطن التبريد؟ كم كيلو وات؟ كل طن تبريد يساوي 3.5 كيلو وات، يعني 3500 وات. إيش المزايا؟ كتير مهمة، نيجي نقول لك إيش مزايا وعيوب، هذه كتير مهمة لأنها تسأل في الامتحان. إيش المزايا الوحدات المجمعة؟ المرونة العالية، إذا مزاياها الكويسة المرونة العالية في التطبيق، تعطي حلا لمشاكل المساحة والماء في المواقع المختلفة، تحكم دقيق في درجة الحرارة المكان المراد تكييفه، سهولة كبيرة جدا في التحكم في التشغيل، سهولة في التركيب، سهولة في تغيير موقع التركيب في حال التوسع في المكان التجاري. طب ايش العيوب اللي عندنا؟ العيوب: وحدات التكييف المبردة بالماء تحتاج لوصلات ماء، اذا تحتاج الى وصلات ماء ومواسير صرف، ويمكن ان تكون هناك حاجة لبرج تبريد. 2 وحدات التكثيف المبردة بالهواء تحتاج لتوصيلات فريون وتوصيلات كهربائية. طيب الوحدات المركبة على الأرض يمكن أن تشغل مساحة قيمة جدا من مساحة المكان المراد تكييفه. إذن هيا إحنا هيك تعرفنا على المزايا والعيوب للوحدات المجمعة. نيجي على الوحدات السطحية. الوحدات السطحية صممت هذه الوحدات يتم تركيبها في الخارج أو الدور، هذه في خارج إيش المكان، أو بتكون فوق سطح أسطح المباني عشان ما تاخدش حيز، بحطوها فوق أسطح المباني. وكل أجزاء هذه الوحدات من معدات تبريد وتكييف ووحدات مناولة هواء تركب مع بعضها البعض، بالرغم من أن وحدة التكثيف اللي هي الضاغط والمكثف تكون مفصولة بحاجز، يعني بتكون مفصولة بحاجز بين إيش وحدات المبخر ووحدات إيش التكثيف والضاغط، لأنه الضاغط والمكثف هم في الغالب اللي بيعملوا ضوضاء، وتستخدم معها مجاري ومخارج الهواء، تمتاز بالحماية من الأحوال الجوية كالأمطار والرياح وغيرها. كل الأجزاء الكهربية لابد وأن تكون لها سمات ومزايا ضد الرطوبة. هاي زي ما انتم شايفين تركيب مجاري الهواء في الأسطح إيش السقفية، هاي مجاري الهواء بتوزع إيش على المكان المراد إيش المراد تبريده أو تكييفه. هاي الوحدة السطحية زي ما انتم شايفين بتكون إيش عبارة عن كل حاجة فيها، لكن بكون فصل بين إيش الضاغط والمكثف عن باقي الدورة. طب المزايا هذه: لا تشغل مساحة قيمة من المبنى حيث أنها توضع فوق السطح. 2 رخيصة التكلفة نسبيا، يمكن استخدامها لتخدم عدة مناطق أكثر من منطقة.
هذه الوحدات تناسب المباني ذات الطابق الواحد مثل السوبر ماركت والفلل. العيوب إيش؟ التحكم في الرطوبة محدود، إمكانية أن تتأثر الوحدة نتيجة الأحوال الجوية الخارجية، إمكانية تسرب مياه الأمطار إلى داخل المبنى من خلال مجاري الهواء. 4، ضرورة مراعاة وزن الوحدة في التصميم المسبق للسقف. 5، احتمالية إيش؟ صعوبة صيانة الوحدة بسبب تواجدها أعلى السقف. طيب نيجي لموضوع إيش؟ المضخات الحرارية. المضخات الحرارية طبعا إحنا عارفين إنه في عندنا بصير في فصل الشتاء بصير إيش؟ تدفئة، وفي فصل الصيف بصير تبريد. طب هذه المضخات الحرارية إيش بتسوي؟ دورها إن هي بتكون بتأدي دور إنه في الصيف ممكن تعطيك تبريد، وفي الشتاء تعطيك إيش؟ تسخين. وهذه فكرتها على إنه نفسه المكثف بصير مبخر في حالة إنه أنا بدي أبرد، والمبخر بصير مكثف في حالة إنه أنا إيش؟ بدي أسخن. طيب هنا يقول جميع وحدات تكييف السلب الذكر إما تكون تستخدم للتبريد فقط أو التسخين والتبريد معا، وذلك باستخدام السخانات الكهربائية أو التسخين والتبريد عن طريق عكس الدورة. إحنا اللي بندرسه عن طريق عكس الدورة، وفي هذه الحالة يطلق على الجهاز مضخة حرارية هيت بامب. إذا أنا بعكس الدورة فبصير عند المبخر مكثف وبصير مكثف مبخر. طيب نشوف، تمتاز المضخة الحرارية على السخانات الكهربية باستهلاكها القليل للطاقة الكهربية، حيث يبلغ استهلاكها في حدود 30% من استهلاك الوحدات التي تستخدم السخان الكهربائي، بالإضافة إلى أنها إيش؟ تناسب جميع أنواع المناخ في أنا بحكي على المملكة، وطبعا تناسب جميع أنواع المناخ بتكون عندنا برضو. وعليه فإننا نجد أن الوحدات الشباكية والوحدات المنفصلة الموجودة الآن بالأسواق أصبحت تستخدم كمضخة حرارية، أي أن التسخين فيها يتم عن طريق عكس الدورة. وعمليات التركيب والتشغيل والصيانة للمضخة الحرارية هي نفسها بالنسبة للوحدات التي تستخدم للتبريد. أما عدا ذلك فيجب فقط مراعاة أداء الصمام العاكس الموجود بها من وقت لآخر. نيجي الحين على شرحها. هنا عندنا تسخين بعكس الدورة. هاي الضغط بضغط بروح وين؟ على المكثف. هاي بروح على المكثف. بعد ما يروح على المكثف ايش؟ بصير عن طريق انبوب شعاري بروح على المبخر. هنا الداخل وهنا الخارج. زي ما انتم شايفين هنا الجدار، هنا الخارج. هذا الجزء الضغط بكون دايما ايش؟ في الجزء الخارجي من الجدار. الحين هنا بكون تسخين. ليش تسخين؟ لأنه المكثف بعطي حرارة، بطلع حرارة المكثف، فبكون عندي تسخين في داخل الغرفة اللي بدي أنا إيش أبردها، في داخل الغرفة اللي أنا بدي إيش أعملها تدفئة، فإيش بكون عندي تسخين. هيو ليش؟ لأنه المكثف في الداخل. الحين في حالة الإيش الشتاء بدي أعكسها. هاي الداخل بصير عندي إيش؟ هاي الضغط بضغط، وعن طريق صمام العاكس بروح إيش؟ بروح إلى المكثف اللي هو في الخارج، وبعدين عن طريق صمام التمدد أو الأنبوب الشعاري بصير مبخر عندي. فبصير المبخر عندي اللي بعطي برودة، اللي هو المبخر كنا نقول عنه زي الفريزر والإشي، فبعطي برودة، فبكون هو في الداخل، فهنا بعمل لي عملية تبريد في فصل إيش الصيف. هنا عملية تبريد. إذا نفسها المضخة الحرارية باستخدام الصمام العاكس ممكن تؤدي عندي إلى عملية تبريد أو تسخين، وذلك إيش بتحويل. في حالة التبريد بستخدم إنه المبخر بكون في داخل المكان، وفي حالة التسخين
بصير المبخر مكثف ويعطي حرارة إلى الغرفة. وبهيك إحنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية حنشرح لكم عن المبردات التبخيرية. وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.